بشير الإصحاح 11 آية 53 ولحد الإصحاح 12 آية 12، وبيعرفنا إن في حاجة ممكن نخاف منها وحاجة المفروض ما نخافش منها. بيقول لنا الإنسان اللي بيخاف من البشر، البشر بيقول لك تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. فالخوف الطبيعي اللي موجود في الإنسان موجود في قلب الإنسان عشان يحيا حياة مقدسة يخاف بها الله، ولكن إذا ابتدى الخوف ده يتحول إن الإنسان يبتدي يخاف من الإنسان، تبص تلاقي بقى الخوف ده أصبح خوف مش مقدس، وهذا الخوف يجعله يخطئ لدرجة إن في ناس بسبب الخوف أنكرت اسم ربنا نفسه. وبيعرفنا بيقول لنا كده ان من يعترف به قدام الناس اعترف به قدام ابي الذي في السماوات. ففي ناس من اجل محبتها في ربنا وسعيها وراءه وتمسكها به فضلت محافظة على الايمان جوه قلوبها لحد ما جاء الوقت اللي هم يعلنوه قدام الكل، فلما اعلنوه اصبح لهم اكليل مش بس في الارض ولكن في السماء. الارض كلها بتحتفل بيهم ولكن في السماء اخدوا اكليل مجد لا يفنى. ايه اللي خلى واحد في عز شبابه يقدم نفسه ويروح لحد الوالي بعد ما كان صاحب املاك كتير ان هو يسيبهم ويروح البرية، وبعدين اما يسمع ان في اضطهاد للمسيحيين يروح يقدم نفسه عشان يعترف بالسيد المسيح عشان في الاخر حياته تنتهي على الارض؟ ايه اللي اتفتحت عين مرنين عليه خليته ان هو مش بس يدوس على الارض، ان هو يضحي بكل حاجة على الارض، يقول لك كده من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح. اتفتحت عينه على السماء وعلى الابدية وساب كل حاجة ارضية، كل حاجة كانت ممكن تغريه على الأرض سواء أموال أو شهوات أو مراكز، كل الحاجات دي ما بقتش إن هي تغريه، وفي الآخر خلته يحسبها صح. حسبها صح إن هو ممكن يتنعم بعض الأيام على الأرض، وبيقول الكتاب كده إن في ناس كده حسبوا تنعم مليون لذة، يعني اللذة اللي ممكن تجيله في يوم كده يجري وراها، والشهوة اللي ممكن تحرك قلبه يطوحها، وتبص تلاقي بعد ما يتمتع بيها فترة قليلة يجي بعد كده يقف قدام الديان العادل يلاقي نفسه مش قادر ان هو يوفي ثمن هذه الشهوات والرغبات. ليه؟ لان الحكم على الخطية يقول لك كده الموت. فالانسان اللي بيجي من اجل شهوة ارضية ولذة وقتية ينسى وصية ربنا، تبص تلاقي بيحكم عليه بالموت. اما مرنين ما حسبها صح، فلقى ان هو ما يدوس على الشهوة لانه شبع بربنا، وكلكم عارفين ان النفس الشبعانة بتعمل ايه؟ تدوس العسل. فما بقاش الدنيا فيها عسل ممكن ان هو يفرح مرنين، عشان كده بمحبة كبيرة ربنا داس على كل شهوات الدنيا لانه حسبها صح. بدل ما تنعم ساعة أنا هتنعم أبدية كاملة. الحاجة الثانية إن هو اللي كان في قلبه الخوف الحقيقي، لأن ساعات الواحد ممكن يقول لك واحد لا لازم تخاف الملك، ولكن هو كان في قلبه الخوف من الملك السماوي، مش بس اللي هو بعد ما يقتل الجسد ما يقدرش يعمل حاجة، ولكن بعد ما يقتل يستطيع أن يلقي الجسد والنفس في جهنم. واللي يحط قدام عينه مخافة ربنا تبتدي تقوم كل خطواته، لأن الكتاب المقدس يعرفنا رأس الحكمة أو بدء الحكمة مخافة ربنا. فاللي في قلبه ساكنة مخافة ربنا تبص تلاقيه يفتش على وصية ربنا ويحاول يعملها. طب وإذا الناس هددوك إن أنت تنكر؟ مش هقدر أنكر. طب وإذا الناس أغروك إن أنت تنكر؟ برضه مش هقدر أنكر.
طب اذا الناس الحوا عليك وحبوك وقعدوا يروضوك ما اقدرش ان انا انكر. القديس بوليكاربوس عاش 80 سنة وكان جه في الاخر قالوا له يا اما تنكر المسيح يا اما هنرميك في النار. وبعدين الرجل اللي بيعذبه لقى شكله جميل وشيخ وقور كده، قال له انا مشفق على شبتك وشكلك الجميل ده ان انت تترمي في النار، فانكر حتى لو بلسانك وانت بقلبك بتعبد ربنا. قال له ليا 80 سنة ما شفتش منه حاجة وحشة، ازاي اجي النهاردة انكره؟ فاللي عاش ربنا عشرة طويلة وحب ربنا عرف ان مخافة ربنا هي اللي بتقوده الى كل الحق والى كل الخير والى كل الفرح والى كل السلام. واذا كان بدء الحكمة مخافة الرب، فالفهم الصالح هو اللي بيقود الانسان ازاي يبعد عن الشر وازاي يقرب من الخير، يطلب السلامة ويتبعها. وعشان كده اعترف بالسيد المسيح قدام الوالي. طب واحنا نقول ازاي نعترف بالمسيح قدام الناس؟ تعترف بالمسيح ان انت تسلك كمسيح في وسط الناس. كل وصية قالها لك ربنا يسوع المسيح في الكتاب المقدس ما تنكرش حاجة منها. قالك تحب قول حاضر، قالك تسامح قول حاضر، قالك ما تشتهيش قول حاضر، وكل حاجة انت بتقول عليها حاضر ده فيها اعتراف حقيقي بان المسيح هو مخلص العالم. لان يقولك العالم ازاي انت مش ماشي زي بقية الناس، بقيت لا بتقبل رشوة ولا بتقعد في مكان مش طاهر ولا بقيت تبص بصة مش مقدسة، ايه اللي خلاك بقيت مختلف عن اللي حواليك؟ ايه اللي خلاكي بقيتي مختلف عن جيرانك؟ لا بتحب النميمة ولا تطلع من لسانك شتيمة ولا بتفكري في اي حاجة مهينة، ايه اللي خلاكي مختلف عن البقيت اللي حواليكي؟ يقولك اصل انا اصبح فيا وساكن في قلبي وبيملك روحي بيملك كياني ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. وعشان كده لما الواحد يسكن فيه الروح القدس يعمل بيه قوات. لكن احنا لوحدنا ضعفة ومساكين، لكن ربنا سكن فينا بروحه القدس وقال لنا كده انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. اللي يسكن فيه روح ربنا يجعله انسان قوي. طيب لو جيت اقف قدامهم هعترف ازاي؟ هقول ايه؟ قال لك ما تهتمش لا هتقول ايه ولا هتفكر في ايه، لان الروح يعطيكم في تلك الساعة ما يجب ان تقولوه. هيعطيكم فما وحكمة لا يستطيع جميع معانديكم ان يقوموها. مش هيقدر حد يقوم الحكمة اللي معطاه ليك، حتى لو حاولوا ان هم يصطادوك بكلمة مش هيعرفوا، لان حكمة ربنا هي اللي بتكون موجودة في قلبك وبتقود فكرك وهي اللي تمسك لسانك من ان انت تقول اي حاجة غلط. طب ازاي اعترف قدام الناس؟ كل سلوك بتسلكه قدام الناس هو اعتراف. اذا كنت بترفض الشر وبتقبل الخير، اذا كنت بتصنع السلام، لان بيقول كده طوبى لصانعي السلام لانهم ابناء الله يدعون. كمان حاجة خلت مريمينا يحسبها صح، ان هو بص الممالك الدنيا هتزول، وزي ما بنقول في الترنيمة ممالك الدنيا تزول والمال كله فاني، اما ملك الله فغير متناهي. وما المسيح جه على الارض كان بيكلمه بيلاطس وبيقول له طب انت ملك، انت منين؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. طب اللي عايز ملك في الدنيا، اللي عايز يرتاح في اليومين اللي موجودين فيهم، يقول لك ده كده بيسيب ايه؟ بيترك الحياة الابدية. طيب اللي برفض ان هو يرتاح على الارض وتمسك بفرح السماء، تبص تلاقي السماء كلها تفرح بيه. طب وحتى اذا كنت خاطي؟ يقول لك حتى لو انا كنت خاطي وقدمت توبة النهاردة، يقول لك السماء كلها تفرح بيه خاطي واحد يتوب. اقدم توبة من قلبي والسماء كلها تفرح بيه. لاني انا لو عشت هعيش كام سنة على الارض؟ هعيش 100 سنة كمان. طيب بس برضو ليها نهاية. وحتى ايوب الصديق كده يقول لك ايامي هي قليلة وردية، يعني ايام الانسان اللي موجود على الارض اللي بتزول بسرعة قليلة وردية. وحتى اذا ملك اموال كتيرة فالمال كله بيفنى،
وواضح جدا الايام دي ان اللي بيبقى معاه ارقام كبيره تبص تلاقيها بعد شويه تبقى ملهاش قيمه، وتلاقوا اعلانات كتيره كده نشتري العملات القديمه. في واحد كان محوش فلوس كتيره جدا بس كانت بحساب بلد زي العراق مثلا، وبعدين بعد ما كان معاه ملايين اصبحت هذه الاوراق لا توازي شيء، واصبحت لا توازي ثمن الورق اللي مطبوعه بيه. طيب وبعدين؟ يقول لك خلاص دي كلها ايه؟ فنت، ملهاش قيمه. واللي بيتمسك بحاجه الدنيا تبص تلاقي كده وقت خروجه من العالم تبص تلاقي يقول لك طب انت هذه التي اعدت لمن تكون؟ انت جريت وجمعت وحوشت وحافظت على وحطيت القرش على القرش، وعشان كده بقول لك ما مالك الدنيا ايه؟ تزول. لكن واحد زي ماري مينا عمل ايه؟ اول حاجه اتعلم من ابوه وامه ان هم كانوا على طول بيوزعوا للفقراء، فهو كمان عمل ايه؟ وزع كل امواله. ما احتفظش بحاجه لنفسه، ما قالش اشيل حاجه للزمن، ولكن ربنا حافظ عليه واداله مش بس ان اسمه يحفظ في الزمان اللي هو فيه، ولكن يخلد الى اخر الزمن. طب احنا ازاي نحتمل الكلام ده كله؟ يعرفنا في البولس النهارده كده ويقول لنا انظروا فتفكروا في الذي احتمل هكذا من القطار مقاومين. احتمل ربنا يسوع المسيح رغم ان هو ما كانش فيه خطية الا انهم كانوا عمالين يقاوموه، ولكن هو احتمل مقاومة الناس الاشرار وحاول ان هو ينصحهم وبمحبة ان هو يقبلهم اليه جاذبا اليهم الى التوبة، ولكن هم رفضوا. وهو اما الانسان بيرفض، هو ده الاية اللي بتقول هو ده التجديف على الروح القدس. اما واحد يفضل يرفض عمل روح ربنا فيه لحد اخر يوم في حياته يبقى هو ده الانسان اللي جدف على عمل الروح القدس. فروح ربنا بيلح على قلوبنا كل يوم ان احنا ننظر الى هذا الذي احتمل من اجلنا. وعشان كده تبص تلاقي كل الشهداء يقول لك نفوس الشهداء دول كلهم موجودة تحت المذبح، يبقى المسيح فوق المذبح مذبوح عنهم وهم تحت المذبح مذبوحين لاجل حبهم في الملك المسيح. فيعرفنا في سفر الرؤيا ويقول لنا كده لانهم لم يحبوا حياتهم حتى الموت. يعني حتى الموت مش فارق معاك؟ لا مش فارق معي، ده بالعكس، ده لو جه الموت ده انا بشتهي هذا الموت لاني فيه هكون فعلا بالحقيقه مع الذي احببته بنفسي. وعشان كده بيقول ايه؟ هذه هي مبادله الحب. اما يكون الابن بيحب ابوه والاب بيحب ابنه يقول له ده انا بعمل كل ده عشانك، والابن يقول له وانا مش فارق معايا حاجه من الارض برضو ايه؟ عشانك. دول الشهداء ودي حياه الشهداء، حياه الشهداء اللي قدسوا ايامهم كلها بالصلوات وبالعرق وبالدموع، ولما جه وقت الاعتراف بالمسيح لم ينكروه فاحبوه. وعشان كده بيقول من اعترف به قدام الناس ساعترف به امام ابي الذي في السماوات. البولس النهارده بيدينا ثلاث خطوات ازاي الواحد يصلح نفسه، ازاي الواحد يقوم طريقه. اول حاجه بيقول قوموا الايدي المسترخيه، يعني الايدين اللي مسترخيه في عمل الخير، الايدين اللي بقت بطاله، الايدين اللي مقليها فتره ما ترفعتش ناحيه السماء عشان تصلي، يقول لك قوموا الايدي المسترخيه والركب المخلعه. الركبه اللي ليها فتره ما انحنتش قدام ربنا في سجود نقي طاهر، لان الله طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. فالركب المخلعه اللي ليها فتره ما سجدتش قدام ربنا، الايدي المرتعشه اللي ما اترفعتش ومسكت اجبيه ووقفت تصلي وترفعت ناحيه السماء عشان تطلب من ربنا، يقول لك بقى قوموا الايدي المسترخيه والركب المخلعه. تاني حاجه يقول اصنعوا لارجلكم مسالك مستقيمه لكي لا يتعسف الاعرق فيما بعد بل يمشي كويس. يعني ايه نعمل ايه؟ يعني انا النهارده بقت في طريقي حاجه مش مقدسه بتغضب ربنا، في طريقي موجود
حاجة ظلم أو شر أو أي خطية لازم أنظف طريقي. وأنتوا عارفين كلنا المزمور الأول بيقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. لازم تصنعوا لأنفسكم سبل مستقيمة. بداية الصوم النهاردة اللي احنا اللي يخلي باله الكنيسة بتعمل لنا أصوام كتير عشان الواحد لو كان الفترة اللي فاتت نسي نفسه يجي الفترة دي كده يقول ده في بداية صوم أنا المفروض أصنع لأرجولي سبل مستقيمة. لو كنت ماشي في طريق شر، لو كنت بقعد قاعدة مش مقدسة مع ناس مستهزئين، لو كنت بقعد بتكلم في كلام ما يرضيش ربنا أو مجالس نميمة أو إدانة أو شتيمة على حد، لازم أرفع عيني ناحية السماء. نمرة واحد أقوم أيدي المسترخية وركب المخلعة. نمرة اثنين أصنع لنفسي طريق مستقيم أسلك فيه. نمرة ثلاثة بيقول اتبعوا السلام مع كل واحد. يعني ايه؟ في ناس لسه حتى في قلوبها غيرة وحسد وخصام وعمالين يقولك لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوة لألا تدانوا. هو اذا الديان واقف على الباب، لاني انا دلوقتي لو انا لسه عمال ادين في الناس، ما هو قالك لا تدينوا لكي لا تدانوا. لو انت مش عايز تدان من ربنا ما تحافظ على الشر جوه قلبك وما تحافظ على الحقد جوه نفسك. حاول ان انت تتطهر بان انت تصنع لنفسك طريق مستقيم، ان انت ترفع عينيك ناحية السماء وترفع ايديك وتسجد امام ربنا، وان انت تتبع السلام. ويجي في الاخر يقول لك طوبى لصانع السلام لانهم ايه؟ أبناء الله يدعون. يبقى إذا كنت عايز تكون ابن ربنا مطيع تقدر إن أنت تحافظ على الإيمان وما تنكروش وقت الأحزان وقت الأتعاب وقت الأوجاع أو وقت الاضطهادات، اتمسك بربنا من دلوقتي، ارفع إيديك من دلوقتي، اصنع لنفسك سبيل مستقيم من دلوقتي عشان أما يجي وقت التعب تلاقي ليك معين. وهنا الواحد بيخلي باله إن ما جاتش حياة مريمينا فجأة كده بقى مع ربنا. في البداية أبوه وأمه كانوا بيحبوا الصلاة والصوم والصلوات والصدقات، وعشان كده ابنهم أما طلع يقول لك ربيا تربية مقدسة، وكانوا بيترددوا كتير بيه على البيعة، وكانوا بيحفظوا الكتاب المقدس. ودي حاجة من الحاجات اللي احنا ما بقيناش نعملها مع ولادنا، وعشان كده أما ابتدى يحفظ وابتدى يدرس من صغره أول ما كبر بقت حياته كلها في طهارة ونقاوة وقداسة. وعشان كده أما جه الوقت اللي هو يقدم فيه حياته لربنا ما قدرش إن هو يستغلى حاجة على الأرض، بل كل حاجة أصبحت رخيصة زي ما قال معلمنا بولس الرسول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. انت بحس بالحاجة غالية جدا لو انا ما قداميش غيرها، لكن اللي يشوف غنى المسيح ومجده ومحبته وفرحته يبص يلاقي ان كل حاجة على الارض رخيصة. وعشان كده لو احنا علمنا اولادنا من النهاردة ان محبة ربنا دي اهم حاجة، ان حفظ كلمات الكتاب المقدس اهم حاجة، ان دراسة كل الحاجات اللي احنا بنعملها في الكنيسة انها تكون حاجات مقدسة وثابتة، وحضورنا القداسات يكون من بدري وبانتظام، هو ده اللي بيطلع القديسين. وزي ما قال احد القديسين يقول ان القداس يقدس المسيحيين يقومون القداس والقداس يصنع المسيحيين. تبص تلاقي الناس اصبح كل واحد بعد ما تناول من جسد الرب ودمه يخرج وهو لابس المسيح في اتضاعه وفي طهارته في نقاوته في اسلوبه الحلو في محبته في احتماله للاخرين في صبره على الالمات في شكره وكل الحاجات الصفات الحلوة دي. تبص تلاقيها في الإنسان اللي بيواظب اللي بيصلي اللي بيتمسك اللي صنع لأنفسه صلبه المستقيمة اللي تمسك بكلمة الحياة اللي كمان قوم الأيدي المسترخية والركم المخلعة واللي عايش بالسلام مش بس مع نفسه مع الآخرين ومع ربنا. ربنا يدلنا ان احنا يكون الصوم اللي جاي صوم مقبول نحاول ان احنا نسعى فيه لان احنا نقدس طرق للرب. يقول لك كده قدسوا صوما
نادوا باعتكاف، خلي اللسان يتقفل شوية والعين تترفع ناحية السماء والركب تركع قدام ربنا، ونشترك في كل عمل صالح ونبعد عن كل عمل يبعدنا عن ربنا. ربنا يحفظ حياتكم، لإلهنا كل مجد وكرامه الآن ولا بد. ونيات وخنوم اسمين يسوع تبعينه بوي بوي كاتا بفران.